لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، أبناء مدارس ابن خلدون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وألتقي بكم بدرس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس المعطوف، وهو من التوابع الوظيفة النحوية التي سبق وأن تحدثنا عنه. واليوم نأخذ الدرس الثالث في المعطوف، أو الجزء الثالث من درس المعطوف، ويلتقي معكم الأستاذ إسماعيل زيدان أبو شهبة، و درس المعطوف الجزء الثالث كما ترون أمامكم. طلاب الصف الخامس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، مادة لغة الجميلة، والدرس بعنوان المعطوف للأستاذ إسماعيل زيدان. الوظيفة النحوية. نأخذ تمهيدا للدرس. أسمي الوظيفة النحوية لما لون بالأحمر. دخل المعلم ثم الطالب. الواو الفاء ثم كتبت بالأحمر، وهذه الحروف تسمى حروف العطف، وهي التي تربط بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الإعرابي. حكمنا على المعلم والطالب بأنهما دخلا الفصل. في البداية شارك الطالب المعلم الدخول، الواو تفيد المشاركة. في المثال الثاني، دخل المعلم فالطالب، ترتيب، دخل المعلم أولا ثم الطالب، ترتيب وتعقيب، أعقبه دخول الطالب. في المثال الثالث، دخل المعلم ثم الطالب، يعني بعد فترة قليلة، ترتيب مع التراخي، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، دخل المعلم فأعقبه دخول الطالب بعد فترة وجيزة، أي الترتيب مع التراخي. المعطوف، أتوقع بمشيئة الله أن أذكر الحركات الأصلية للاسم المعطوف، أتعرف وأميز الاسم المعطوف بالعلامات الفرعية، أصنف الاسم المعطوف من حيث الإفراد والتثنية والجمع، أستعمل الاسم المعطوف استعمالا صحيحا، أميز الاسم المعطوف بالعلامات الأصلية والمعطوف بالعلامات الفرعية. أثبت تعلم السابق من حروف العطف الواو، وقلنا أن الواو تفيد أو تدل على المشاركة. الفاء تدل على المشاركة مع الترتيب والتعقيب، ثم تفيد المشاركة مع الترتيب والتراخي. تدل على المشاركة مع الترتيب والتراخي. ننظر، نحفظ معا. الواو تدل على المشاركة، نعم. قل، الفاء تدل على المشاركة مع الترتيب والتعقيب، ثم تدل على المشاركة مع الترتيب والتراخي.
مثال: كتب الطلاب الأمثلة ثم القاعدة. بعد أن كتب الطلاب الأمثلة قاموا بكتابة القاعدة ثم ترتيب مع تراخي، يعني بعد فترة قليلة استنتج الطلاب القاعدة وكتبوها. نعرب معا: كتب فعل ماض مبني على الفتح، الطلاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الأمثلة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. لا نقول معطوف عليه، ليس هناك إعراب كذلك. المعطوف عليه يعرب على حسب موقعه في الجملة. الأمثلة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. ثم حرف عطف، القاعدة معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتح. ننظر معا: الأمثلة معطوف عليه، ثم حرف عطف، القاعدة معطوف. نستنتج من ذلك أن أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أشياء: المعطوف عليه، حرف العطف، المعطوف. المعطوف هنا منصوب، فورد المعطوف عليه لأنه تابع له، وقلنا أن المعطوف من التوابع فيتبعه في إعرابه، يأخذ نفس الحكم العربي، منصوبة بالفتحة، المعطوف منصوبا بالفتحة. يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحالة الإعرابية، يتبعه لأنه تابع أو من التوابع الأربعة التي سبق أن حدثتكم عنها، وهي التوكيد والصفة والمعطوف والبدل. وسنقوم بدراسة ثلاثة دروس من هذه التوابع، وهي التوكيد كما أسلفنا قبل ذلك بكل وجميع، يتبع ما يتبع المؤكد في إعرابه، والمعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، والصفة تتبع الموصوف في إعرابه. وسوف نفصل القول في درس الصفة بعد هذا الدرس إن شاء الله، وهو من دروس الوظيفة النحوي. ننتبه إلى أركان أسلوب العطف، هو المعطوف عليه وحرف العطف والمعطوف. وقلنا أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية، فهنا منصوب، فجاء المعطوف منصوب. أكمل الجدول التالي لأحدد حروف العطف، وعين المعطوف والمعطوف عليه في كل مثال، و أبين نوع المعطوف من حيث الإفراد والتثنية والجامع. ننظر إلى الجدول معا: نحيا كما تحيا البلابل والجداول، المعطوف الجداول، نوع جمع تكسير، الواو حرف عطف. البلابل تعرب على حسب موقعها في الجملة، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم. كان الشاب طفلا، كان طفلا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح، حرف العطف. ثم صبيا، وهذا نوعه مفرد. هذه الحقيقة لا يعرفها العلماء والأطباء، المعطوف عليه العلماء، حرف العطف الواو، المعطوف الأطباء، نوعه جمع تكسير. ظهرت السعادة على الوالدين والولدين، عطف مثنى على مثنى، المعطوف عليه الوالدين، حرف العطف الواو، المعطوف الولدين، النوع مثنى، النوع مثنى. ننتقل
إلى المثال الآخر. تحدث رئيس المنظمة المعطوف عليه رئيس، حرف العطف الفاء، المعطوف المهتمون رئيس مرفوع بالضمة، والمهتمون مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. المهم الحالة الإعرابية، المهم أن يطابق في الحالة الإعرابية. إن الإنسان يستحق التكريم والعناية. التكريم معطوف عليه، الواو حرف عطف، العناية معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. على الأطفال أن يعرفوا حقوقهم ثم مسؤولياتهم. المعطوف عليه حقوقهم، حرف العطف ثم مسؤولياتهم، نوع المعطوف جمع مؤنث سالم. كان جالسا إلى العشاء يتحدث إلى إخوته وأبيه. المعطوف عليه إخوته، حرف العطف الواو، المعطوف أبيه، طبعا ده اسم من الأسماء الخمس. نتأمل الجدول جيدا. نأخذ معا نشاط تعاوني، مدة التنفيذ دقيقة. المواد اللازمة ورقة عام. أكمل الجدول أدناه لأجيب عن السؤالين التاليين: ما الموقع العربي المعطوف عليه في كل مثال؟ ما العلامة العربية المعطوف في كل مثال؟ وعلامة تدل. ننظر معا. المعطوف البلابل طفلا، الموقع العرابي هنا خبر كان، المعطوف عليه صبيا، العلامة العربية معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الجداول معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، العلماء فاعل، الأطباء معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المعطوف عليه هو الذي يعرب على حسب موقعه في الجملة. اسم مجرور الوالدي، الولدين معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. رئيس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المهتمون معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. التكريم مفعول به. العناية معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. حقوقه مفعول به. مسؤولياتي معطوف منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. إذن المعطوف يعرب معطوف، أما المعطوف عليه هو الذي يعرب على حسب موقعه في الجملة. إخوته اسم مجرور، أبيه معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. هل هناك تطابق بين المعطوف والمعطوف عليه في الحالة الإعرابية؟ نعم، حينما نسأل بهل نجيب بنعم. نعم، حيث إن المعطوف تبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية. نجيب في حالة الإثبات بنعم، نجيب في حالة الإثبات بنعم، وفي حالة النفي بلا. أعود للجدول السابق وأصنف المعطوف وفق القائمتين، يعني أخرج المعطوف المعرب بحركات أصلية والمعطوف المعرب بالحركات الفرعية. قلنا أن الحركات الأصلية هي الضمة للرفع، الفتحة للنصب، الكسرة للجار. الحركات الفرعية هي الواو في جمع المذكر السالم للرفع، والياء للنصب والجر، والألف في المثنى للرفع، والياء للنصب والجر، والأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والإعراب بالحروف هو الذي نسميه الإعراب بالحروف، هو الإعراب بالحركات الفرعية. الجداول قلنا مرفوع بالضمة، صبيا منصوب معطوف منصوب بالفتحة، الأطباء معطوف مرفوع علامة رفع الضمة، العناية
مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح. التكريم والعناية معطوف منصوب علامة نصبه الفتح. هنا الولدين معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء. مجرور علامة جره الياء. المهتمون مرفوع علامة معطوف مرفوع علامة رفعه الواو. مسؤوليتهم منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. أبيه مجرور وعلامة جره الياء لأنه اسم من الأسماء الخمسة. أستنتج: العطف هو الربط بين شيئين في الكلام بواسطة حرف من حروف العطف. حروف العطف الواو الفاء ثم الواو تفيد المشاركة، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ثم تفيد قل الترتيب مع التراخي. بارك الله فيك. نستنتج أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا، سواء كان بالحركات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة، أو بالعلامات الفرعية وهي الحروف الواو والياء والكسرة في جمع المؤنث السالم. نقوم بحل نشاط فردي، مدة التنفيذ دقيقتين أو دقيقتان. آلية التنفيذ فردية من الكتاب المدرسي، من النص الذي قمنا بدراسته: إن لفي زمن الطفولة، أملأ الفراغات في الجمل التالية بحرف عطف مناسب. إن لفي زمن الطفولة، قل نعم. بارك الله فيك. ها ها، قل الإجابة، قل الإجابة. نعم. والطهور. بارك الله فيك. قدم الحسن، قل بطل. ثم الحسين، ترتيب مع التراخي. ويجوز لك أن تضع الفاء أو الواو، من الممكن أن يحل بعضها محل بعض. مسقوفة بالورد، مسقوفة بالورد. نعم. بطل. والأعشاب، قل. والورق النظيف، بطل. نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير، نعم، قل. بارك الله فيك، إجابة صحيحة. نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير ثم الصغير ثم حرف عطف يفيد الترتيب، يفيد الترتيب مع التراخي. والصغير معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقلنا أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه لأنه تابع من التوابع. إلى هنا أبنائي أكون قد انتهيت من شرح درس المعطوف. أتمنى من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة إليكم بسهولة ويسر. وفقكم الله، أشكركم على حسن متابعتكم، وأدعو الله لكم أن يوفقكم، ونلتقي على خير في درس آخر من دروس لغة الجميلة والمعلم الأستاذ إسماعيل زيدان أبو شهبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.